أبو فاطمة اتفضل. السلام عليكم أستاذ وليد. وعليك السلام، اتفضل يا أبو فاطمة. الله يحفظك، الله يخليك أستاذنا العزيز. عندي مداخلة ولو تكون بسيطة أستاذ. اتفضل. الله يحفظك أستاذنا. بالنسبة في روايات يعني حبيت أستفسر منها، وهي مثلا سورة الأحزاب تروى فيها القنوات، أسمع في القنوات تروى أنها كانت تضاهي سورة البقرة، وفي روايات أيضا أحب أن تجيب عنها، مثلا رواية المعوذتين ليس من القرآن، هكذا كثير. وفي حضرتك كمان، شيعي ولا سني يا أستاذ؟ حضرتك شيعي ولا سني؟ والله شيعي. طب ولما هو شيعي، حضرتك لما هو شيعي ماشي، خلينا ناس عقلاء. عند أهل السنة الجماعة يقولون بتحريف القرآن، هل عندما أنت اعتقدت بتحريف القرآن اعتقدت من خلال كتب أهل السنة الجماعة؟ والله إني لم أعتقد بتحريف القرآن ولا لا. ولا أنت جاي حضرتك ترمي علينا التهمة؟ لا لا لا. هل عندنا لا نحن أهل السنة الجماعة أحد أخذ من هذه الروايات وقال بتحريف القرآن؟ أستاذ وليد، أستاذ وليد، واحدة واحدة، ما أنا هجاوبك والله أنا بجاوبك، بس مش عايزين نسرع على بعضنا، لأن المسألة مسألة. بص يا أستاذ، أنا ما جاي اسمعني، بس اسمعني لحظة لحظة، خلي بالك نقطة. تفضل. أنا الله شاهد ما جاي أريد أن أوقعك لا سمح الله في خطأ أو فتشين أو أحتال عليك، لا يشهد الله ورسوله وأني صادق بما أقول، ولكن حبيت أن أستفسر في يعني أمر في داخلي، أحب أن أستفسر. اولا نقطة ثانية، الم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكونوا سبابين؟ نعم. اولا اولا بص يا استاذ، يا استاذ الله يبارك في عمرك، انا اجاوبك على الاسئلة بتاعتك انت، تمام؟ مع انك انت غيرت محور الحديث، محور السؤال بتاع الحلقة، ولكن انا اجاوبك لان السؤال ده طرح اكتر من مرة، ماشي. نعم. سورة الاحزاب كانت قد سورة البقرة. ألم يقل الله عز وجل في كتاب العزيز ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها؟ فعلماءنا حملوا هذه الروايات على الناسخ والمنسوخ، على الناسخ وعلى المنسوخ، وده أمر طبيعي، لأن الله عز وجل لن يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها بدون نسخ في القرآن الكريم، صح الكلام ده ولا مش صح؟ يبقى إذن هناك بنص هذه الآيات، آيات بنص هذه الآية، آيات نسخت من القرآن الكريم. فعندنا أهل السنة الجماعة بكل بساطة قالوا أنها من المنسوخات وانتهت القصة ولله الحمد والمنه. أما المعوذتين فالآن هل القرآن الكريم فيه المعوذتين أم لا؟ موجودات، الحمد لله رب العالمين. القرآن الذي بين أيدينا قرآن علي بن أبي طالب أم لا؟ نحن نقول نعم، قرآن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في المعوذتين أم لا؟ في المعوذتين. طب ابن مسعود كان بيقول لا، ليست من القرآن، كان يظن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنها من الدعاء وليست من القرآن، فأثبتوا لها أنها من القرآن الكريم، فالقضية اتحلت. شوف الأمور بسيطة جدا إزاي عند أهل السنة الجماعة، وما في عالم سني أخذ هذه الروايات وقال بتحريف القرآن. ولكن للأسف الشديد العكس عندكم أنتم، هناك روايات كثيرة مكذوبة على أئمة أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم تقول بتحريف القرآن، فلم يفعل علماءك مثل ما فعل علمائنا وقالوا بأن هذه من المنسوخات، أو قالوا أن هذه روايات مكذوبة التي تقول صراحة بتحريف القرآن، ولكنهم أخذوا هذه الروايات ومن خلال هذه الروايات المكذوبة قالوا بتحريف القرآن. يبقى إذا ما الفرق؟ في خلافة الإمام علي عليه السلام، نعم، في خلافة الإمام علي عليه السلام ألم يقرأ المعوذتين؟ أكيد، لأن القرآن أساسا أنت لو فتحت حضرتك الفهرس بتاع القرآن هتلاقي أن من ضمن سند القرآن علي بن أبي طالب، وهذا القرآن فيه المعوذتين، يبقى إذن المعوذتين من القرآن الكريم. طب ليه مثلا لما هن ما موجودات اصلا، يعني لا اعوذ بالله، طب ليه ما الامام علي شالهم مثلا او الامام الحسن شالهم مثلا؟ طيب ما احنا بنقول كده اهو، ما احنا بنقول كده،
احنا بنقول مهمة الامام رضي الله عنه وارضاه. انا على الرواية اسألك على الرواية هل هي صحيحة مثلا السنة؟ يا سيدي الرواية صحيحة، ولكن كان يظن ابن مسعود انهن لسنا من القرآن الكريم، كان يظن انهن من الدعاء، يعني انهم من الدعاء وليست من القرآن الكريم، فأثبتوا له صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنها من القرآن الكريم بوضعها في القرآن الكريم. جيد والله أحسن، جزاك الله خير. فالمسألة بسيطة جدا، هي ما يعني والله صارت لخبطة ما نعرف ما أدري. لا هي اللخبطة كلها، اللخبطة كلها أننا نعتقد أن القرآن الكريم محرف. يا أخي ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا؟ هل أنا أترك قول الله تعالى الذي يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا سبيل للشك فيه، وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نسيب القرآن الكريم ونعتمد على روايات أتى بها بعض الرواة ومن الممكن أن تكون مكذوبة؟ أليس الأئمة هم الأئمة الذين قالوا لنا اعرضوا كلامنا على القرآن الكريم؟ فكيف يقول لنا اعرضوا كلامنا على القرآن زيد فيه وانقص؟ إذن يبطل العرض، يبطل العرض، صح ولا مش صح؟ العرض يبطل، لأننا كيف هعرض كلام المعصوم على الناقص؟ يعني افرض أنا دلوقتي خدت كلام المعصوم وكان كلام المعصوم متطابق مع ناقص، أعرف منين أنه متطابق؟ لأنه ناقص. طب لو أنا أخذت كلام المعصوم أعرضه إزاي على الزائد؟ الزائد إزاي؟ لأن الزائد ليس من القرآن، فكيف أعرضه على الزائد؟ طب شيخنا ألم يكن المعصوم والعلماء والموجودين يقرؤون الصلاة من القرآن، آيات الصلاة من القرآن؟ طبعا هناك القرآن طبعا. طب لما ما يكون القرآن هذا فيه حاشا لله زيادة أو نقصان، فكيف هل كانت صلاة الإمام باطلة في ذلك الزمان؟ يقرأ القرآن ناقص ويهتم بالمصلين في مسجد الرسول بقرآن ناقص؟ أحسنت والله يعني. أحسنت. هل كانوا يضحك يعني؟ هل هناك كان مثلا يضحكون على الناس في هذا القرآن حاشا لله؟ يعني والله ما أعرف. والله كلامك جميل جدا ومنطقي. يعني أنا افترض دلوقتي أن الأئمة في صلاة الفجر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء اللي هي بيقرأوا فيها القرآن جهرا، يعني لازم المصلين يسمعوا القرآن منهم، هل كانوا يقرؤون بالقرآن المحرف أم كانوا يقرؤون بالقرآن الصحيح؟ والله ما أعرف. سبحان الله، أشكرك أستاذ وليد. العفو. أشكرك أستاذ العفو. ونسأل الله عز وجل لنا ولك الهداية، أنت إنسان طيب، ربنا يبارك فيك. سبحان الله، والله في ناس عقلاء والله لسه. يعني الإمام لما بيصلي بالناس مثلا صلاة الفجر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء اللي هي الصلاة الجهرية اللي لازم يقرأ فيها قرآن، هل كان يصلي بالقرآن الصحيح أم كان يصلي بالقرآن المحرف؟ ما يا جماعة الخير نشغل عقلنا شوي. لو قرأ بالقرآن الصحيح حسب الشيعة يبقى إذن هو قال القرآن الصحيح، يبقى إذن ما الفائدة أن يخرج القرآن الصحيح مع المهدي؟ ما هو الإمام قرأ بالقرآن الصحيح، يعني عرف الناس القرآن الصحيح، إذن ما الفائدة أن يخرج القرآن الصحيح مع المهدي؟ ما هو الأئمة قالوه قبل ما يظهر مع المهدي. وعلي بن أبي طالب عندكم قال، طبعا مكذوب على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب عندكم قال لن يظهر إلا مع المهدي، إذن ظهر، يبقى إذن كذبتم علي بن أبي طالب. فالمسألة عايزة بس تشغيل دماغ شوية، عايزة تشغيل دماغ شوية. هو لما كان بيصلي الإمام مع نفسه حتى كان بيصلي بالقرآن، هو يصلي بالقرآن الصحيح ويخدع الناس بالقرآن المحرف؟ يعني هو في صلاته كان يصلي بالقرآن الصحيح ولكن خارج صلاته يفتي الناس بالقرآن المحرف؟ يا جماعة الخير نركز شوية، نركز شوية، ده قرآن، نركز شوية.